السلام عليكم ورحمة الله. تنتمناكم تكونوا في أحسن أحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. سعيدة بلقياكم. اليوم غنشارك معكم الطاجين بالكفتة نتاع السردين بالكرفس اللي كتجي هائلة، والأهم أنها كتجي بنينة بزاف. على بركة الله نحضر معكم هذا الطاجين. على بركة الله التوابل اللي غادي نضيف لهذا الكفتة نتاع السردين، عندي هنا القزبوليات والبزار، الملحة، التحميرة، وعندي الخل منسم بالحامض، تقدروا تستعملوا الحامض، وعندي هنا الكرفس، وعندي هنا الكفتة نتاع السردين. ضفت ليها التوابل والخل، ومن بعد غنضيف ليها الكرفس اللي مقطع على هذا الشكل. غادي ندخل ليها الكرفس مزيان، وهنايا عندي جوج مطيشات مقطعين مربعات صغار مع شويه نتاع العواد نتاع الكرفس، وواحد المعلقه كبيره نتاع مركز الطماطم، وعندي واحد شويه نتاع الزيتون خضر مقطع قطع صغار. وفي التوابل عندي نفس التوابل اللي ضفت الكفته، عندي هنايا شويه نتاع القزبر اليابس، شويه نتاع البزار، شويه نتاع الملحه والتحميره، وكناخذ الطاجين وكنضيف فيه زيت الزيتون، واحد شويه نتاع زيت الزيتون. ومن بعد كنضيف فيه هذا العواد نتاع عفوا الكرفس، وغادي نسرحهم في الطاجين. ومن بعد كنضيف هاد المطيشة اللي قطعت مربعات صغار فوق العواد تاع الكرفس، وكنضيف نفس التوابل. تنضيف هنا عندي هنا القزبر اليابس والتحميرة والفلفل الأسود، شويه نتاع الملح، وهاد المعلقه نتاع مركز الطماطم غادي نضيف ليها واحد شويه نتاع زيت الزيتون وشويه نتاع الماء، وغادي نخلطها مزيان. ومن بعد كنضيفها للطاجين صافي، وغادي نرد هذا الطاجين فوق البوطه تكون معيله حتى كيطيب لاصوص مزيان. وكنردو فوق البوطه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش عاوتاني ناقصه بزاف. في هاد الأثناء فاش كنرد لاصوص يطيب كنبدا كنشكل في الكفتة عفوا في الكفتة كويرات صافي. غادي نخلي لاصوص حتى كيطيب، حتى يطيب مزيان، صافي كنستمر بنفس الكيفية حتى نسالي هاد الكويرات نتاع الكفتة. كنستمر حتى نسالي الكفتة، المهم راه كتجي رائعة، كتجي بنينة بالكرفس، غير هنايا الربيع كنعوضوه بالكرفس، كتجي رائعة بالكرفس. ولاصوص نخليوه حتى كيطيب مزيان، حتى يطيب مزيان، حتى تحيد فيه داك الحموضة باش ما يجيناش حامض.
صافي هنايا مره مره كنحركو فيه حتى كيتب مزيان، تحيد فيه ديك الحموضه وتطلق ما فيش الحلاوه ديالها. صافي هنايا فاش كيتب لاصوص حتى كيجي على هذا الشكل، حتى على هذا الشكل عفوا حتى كيتهلك يجي على هذا الشكل. صافي من بعد غادي نربط الكفته. صافي من بعد كنرد الكفته. صافي تنستمر بهذه الطريقه، تنسد فوق منو كفيته على هذا الشكل. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكفته. كنستفها على هذا الشكل. صافي من بعد غنضيف ليها واحد شويه نتاع زيت الزيتون من الفوق وشويه نتاع الزيتون. المهم راه كتجي رائعه، كتجي زوينه بالمذاق نتاع الكرافت. نتمنى تجربوها وتنال عجبتيكم. كنضيف ليها واحد شويه نتاع الزيتون من الفوق. صافي غنسد عليها حتى المهم راه الكفته دغيا كطيب. نسد عليها واحد شويه حتى تطيب. كناخذ هذا لاصوص وكنزيد ليها من الفوق على هذا الشكل.
هذا هو الشكل النهائي نتاع الكفته نتاع السردين. الصراحه كتجي رائعه، كتجي بنينه بزاف. تنتمنى تنال اعجابكم مشاهدينا الكرام، والى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.